من كم يوم الناس اتفاجئت بفيديو موجود على السوشيال ميديا لجثمان نيرة أشرف وهي في المشرح. شيء صعب قوي يعني، يعني غير ان احنا بنقول بأي ذنب قتلت، قلب الممرضة جابها ازاي انها تصور جثمان بني ادمه محطوط في التلاجة؟ ايه ده؟ ايه المستوى الغير انساني اللي احنا وصلنا له ده؟ تقصدي ايه بتصويرك لجثمان نيرة؟ يعني استفدتي ايه؟ انا يا جماعة لما الواحد بيجي يعمل حاجة، طبيعي ان هو لما بيجي يعملها بيفكر وانا هستفيد من ده ايه، او انا بعمله عشان استفيد، او انا يعني بعمله كده لمجرد ان انا مش هضايق حد، بس في النهاية مش هضايق حد. فهي الفكرة انت وانت بتصوري جثمان نيرة اشرف انت كنت مبسوطة؟ ده حقق لك رضا وسعادة وانت بتعملي ده؟ استفدتي ايه؟ وهل انت جاهلة لهذه الدرجة بان انت ممكن تجابي وان الاجهزة الامنية مش هتسيبك وهيجيبوكي عاجلا ام اجلا وانت مش عارفة ان ممكن تتعرضي لعقوبة عاملة ازاي؟ لو انا هنا بتكلم على الشكل القانوني ده جزء، لكن انا كمان بتكلم على الشكل الانساني. قلبك جابك ازاي وانت بتصوري جثمان واحدة في التلاجة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ محامي الأستاذ سمير صبري قدم بلاغ للنائب العام ضد الناس اللي بتشتغل في مستشفى المنصورة العام، وبدأ التحقيق معهم بالفعل. وعايز أقول لحضراتكم إنه تم ضبط الممرضة المتورطة في تصوير فيديو جثة الطالبة نيرة أشرف في المشرح. أستاذ سمير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عز، أهلا بحضرتك وبمشاهدين. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أنا اتكلمت على رأيي فيما حدث كجزء إنساني. قانون هنا، ممرضة دي معرضة لإيه عقاب؟ الواقعة اللي حصلت دي جريمة محتملة الأركان، وفيها الاعتداء على حرمة ميت ومجرمة بقانون العقوبات إنهم يصوروا واحدة بالحالة دي وهي في المشرحة والممرضة بتصور وبتشرح وضع الجثة والتشريحات اللي فيها إيه. كل ده مجرم قانونا وبتصل فيه العقوبة إلى 5 سنين حبس. 5 سنين يعني الممرضة أو اللي يعمل كده 5 سنين واتقبض على الممرضة. نعم. إلى علم اتقبض عليها النهاردة ويتحقق معاها. حصل. وزي ما بقول لحضرتك قلتي إيه اللي عائد عليكي؟ اللي عائد عليها إنها فعلا الناس كلها اتضايقت والناس كلها استفزت من ال 12 ده وكفاية.